بأنه إحنا المسلمين عندنا مذهبين اللي هو السني والمذهب الشيعي، المذهب الفقهي الجعفري، تمام؟ رجعنا هنا سوينا مدونتين بعد 6 أشهر بعد القراءة الأولى 6 أشهر وراح تصير أكو قراءة ثانية، تمام؟ تم التصويت عليه. هاي المدونة اللي هو معترض عليها الأستاذ اللي يقول بيها جواري أنا أريدها وعائلتي تريدها وبنتي تريدها وامي تريدها، بس مو تلزمهم، مو تلزم يا بطيني يعطيني بس مجال خلنا نكمل فكرتي حتى العالم تفهم ارجوك. هلا تقاطعني. ابني ما يريدها زين، ابني يريد يتزوج، يريد يروح يخطب بنت العالم، مو حتى الناس تفهم، ما يريدها. يقول ما اريد بابا هذا الموضوع. اي بابا روح. بابا شو تريد؟ يقول اريد اختار الحنفي. يروح بابا اختار. روح يا بختار. قال بابا لا، انا اريد ارجع القانون ذاك 188 مذهب الاستاذ محمد جمعه، بعد اسميه مذهب محمد جمعه حتى نسمي لنا اسم جديد. زين يا بروح اختار مذهب محمد جمعه، لا تختار مذهب حيدر الموسوي. زين. تمام لولا من حقه يروح يوقف قبال القاضي. بالمناسبه لا اكو محكمه راح تصير، ماكو بنايات ويسوون محكمه ويكتبون احوال جعفريه وهم متخوفين من القضيه. ماكو عم بمحكمه احوال جعفريه ولا اكو، هم نفس القضاء، هو نفس القضاء. يجي الشاب اللي يريد يتزوج هو وخطيبته، يقول له سياده القاضي انا اريد اعقد على 188 لو على المذهب الجعفري لو على المذهب الحنفي، خلاص انتهت المشكله.